اليوم انجليزي تلخيص وتعبير واختياري كل شيء سهل، لكن التعبير شوي صعب والتلخيص بدون تصوير الكاد. التعبير شوي صعب لأنه 3 فقرات، والتلخيص هم بعد صعب، لكن أصعب مادة من اللي طافوا والحين الإنجليزي لحد العام. الفرنسي سهل كله اختياري، الجغرافيا سهل، كل شيء سهل، إن شاء الله أمور سهلة. الحين سهل ما في شيء صعب، لكن يعني شو تبي يعني سماعة ولا هذا ما في، أنا أقول لك ما في. بلشنا قبل أدش التفتيش ما حتى السروال يشيله عشان يفتشني ويطلع اللي عندي. السلام عليكم، معكم زميل بالبدنية، راح أدرسكم كلكم جميعا. أنا مدرس بدنية، الربع راح يصور الربع، لا تفضحني الربع. حلو، إن شاء الله ينجحون عيالنا الصغار، إن شاء الله يتوفقون. حلو، ترى ما في غش، فتشوني أنا فتشوني، ما لي شغل فيهم، أنا فتشوني. صح الربع ولا لا؟ أنا بدنية أدرس، لا مو طالب، أنا بدنية بالتطبيق. جاي عنده، وين ولدي؟ تعال ولدي، جاي عند أخوي الصغير. الصغير؟ إيه أخوي الصغير عبيد، يمناي يا حبيبي. أنت يا حبيبي افعل ما تريد وتحمل النتائج.